السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي نريد أن نخصصه للحديث عن الحكمة الربانية من الزلازل والفيضانات. نتساءل ما هي الحكم وما هي المقاصد الإلهية من هذه الكوارث الطبيعية، ونستحضر قول الله عز وجل في كتابه العزيز حينما قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تحدث عن كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تحدث عن هذه المواضيع وأعطى فيها إشارات واضحة يفهمها العالمون المستنبطون للدلالات القرآنية. فالتساؤل وهو هذه الزلازل وهذه الفيضانات وأحدثا كوارث طبيعية كبيرة كالبراكين وكالإعصارات والحرائق، دوما نتساءل هل هي غضب إلهي من السماء أم هي مجرد تفاعلات طبيعية؟ نلاحظ أيها الأحباب الكرام أنه في الظرفية الراهنة على إثر هذه الأحداث المؤلمة التي ألمت بالمغرب، هذا الزلزال المروع المدمر، وأيضا ذلك تلك الفيضانات الشديدة التي ضربت الشقيقة ليبيا وخلفت أكثر منا خسائر كبيرة في الأرواح وخسائر كبيرة في البنيان، بل هناك قرى ومدن برمتها اختفت عن الواقع وعن الوجود، كل هذا شيء مؤثر للغاية. وقبل أن نجيب عن هذا التساؤل، أريد منكم أيها الأحباب الكرام أن نترحم عن ضحايا هؤلاء الذين وقعوا في هذه الأحداث، سواء في زلزال المغرب أو في فيضانات ليبيا. نسأل الله تعالى أن يوسع عليهم الرحمات، وأن يفسح لهم في القبور، وأن ينقلهم من القبور إلى القصور، وأن يجعلهم في أعلى عليين، وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان. والمصابين نسأل الله أن يشافيهم ويعافيهم ويبارك فيهم أجمعين. الحمد لله، على كل حال رب ضارة نافعة. فهذه الأحداث خصوصا في المغرب، رغم أنها محنة، لكن تحولت هذه الأحداث إلى ملحمة وطنية كبيرة جدا انخرط فيها الملك والحكومة والشعب، الكل انخرط والكل تضامن والكل تآزر. فنحن نشيد بهذا التضامن والتآزر الذي وقع في مغربنا العزيز، يعني شيء عظيم وشيء مشرف وشيء جعل العالم بأسره ينظر إلينا بانبهار. يعني أن المغرب غني، غني بالقيم الإنسانية، غني بالروح الوطنية، غني الحمد لله بمبادئه وبأخلاقه وبدينه. فنحن شعب غني، ونحن شعب يحق لنا أن نفتخر بما أعطانا المولى عز وجل. ونشيد أيضا بالمجتمع الدولي، المجتمع الدولي هناك دول صديقة أيضا أبدت التعاطف وأبدت التعاون، والعالم بأسره بدون استثناء، مما يدل
على أن فعلا هناك قيم إنسانية، الإنسانية لم تموت. هناك من يقول نهاية التاريخ أو نهاية الإنسان أو نهاية القيم، أبدا، كل هذا كلام فلسفي بعيد عن الواقع. الإنسانية لا زالت موجودة، والناس لا زالوا طيبون، وكل البشر على اختلاف أديانهم. ولعل هذه المحن توحد الإنسانية، ننسى الخلافات السياسية والمصالح المتضاربة، ونتمسك بالقيم الإنسانية الخالدة التي تجمعنا. فربنا عز وجل يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني من آدم وحواء، كلكم إخوة ولكم أم وأب واحد. إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه الأزمة وهذه المحنة جعلت الناس يتعارفون، وجعلت الناس يتعاونون، ولاحظنا بأن جميع المنابر الإعلامية في العالم، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في الهند، في إفريقيا، في كل دول العالم، الكاميرات موجهة نحو المغرب، وإذاعات الراديو في العالم تتحدث عن هذه المحنة التي تحولت إلى ملحمة. وأجمل ما رأيناه في هذه الأزمة وهو صلاة الغائب التي أقيمت في المغرب، بل وأقيمت في العديد من الدول الإسلامية، وقام بها الصالحون في مصر، في دول الخليج، في بلاد كثيرة عربية وإسلامية، حتى في إندونيسيا وماليزيا مسلمون أقاموا صلاة الغائب. فهنيئا لهؤلاء الشهداء، هؤلاء الشهداء أقيمت عليهم صلاة الغائب. كم من ألف من المصلين، بل كم من مليون من المصلين، أعداد كبيرة صلوا عليهم. ومعلوم أن صلاة الجنازة وصلاة الغائب هي دعاء لله تعالى بالرحمة والمغفرة للميت. فهؤلاء ربنا أكرمهم بأن صلى عليهم في الغائب في المغرب. نحن تبارك الله راه ملايين، وفي العالم العربي والعالم الإسلامي راه ملايير. فهنيئا لهؤلاء الذين أكرمهم الله بالشهادة. لاحظنا أيها الأحباب الكرام أنه منذ شهور طويلة أو ربما بضع سنين، لاحظنا بأن الدارسون في ميدان الجيولوجيا وفي ميدان الأرصاد الجوية، والذين يرصدون حركية الأفلاك في السماء، والمهتمون بالطبيعة والمناخ، دراسات ومؤتمرات كثيرة تتحدث عن تغير يقع في المجتمع في العالم، والكل بدأ يحذر مما يسمى بالانحسار الحراري، التقدم التكنولوجي والتقدم الصناعي. هناك من يسعى فقط للربح دون أن يحترم البيئة ويحترم الكون ويحترم الطبيعة. هذا أدى إلى تغيرات في المناخ، كان السبب المباشر في الجفاف. هذا الجفاف سنوات ونحن نعاني منه، والعالم القاروي يموت تدريجيا، والأنعام في ألم فظيع، والفلاح هو اللي كيضيع وكيتحمل هذا الضريبة. يعني كيقوموا بها أناس كبراء عندهم مصانع كبرى، كيقوموا باستثمارات كبيرة، يربحون أموال طائلة، ولكن لا ينظرون إلى البيئة، لا ينظرون أن البيئة تتنفس، البيئة كائن حي. أدى إلى هذا التغيرات المناخية الصعبة. ولاحظنا بأن المؤتمرات التي أقيمت، بل هناك أحزاب في بعض الدول الأوروبية تسمى أحزاب الخضر. أحزاب الخضر هذه أحزاب سياسية برنامجها الانتخابي يقوم على أساس الحفاظ على البيئة. يعني ذلك البلدان ما بقوش يتكلموا على حقوق الإنسان كمطالب، لأن حقوق الإنسان ما كيتكلموش على التنمية، التنمية وصلوا لها وحقوا اكتفاء كبير. ما كيتكلموش على بعض الأمور اللي هي مطالب عند الدول اللي في طريق النمو. ولكن المشكل اللي وقع لهم وهو كيشوفوا بأن الخطر قادم بسبب الانحسار الحراري. فهؤلاء تسموا الأحزاب ديال الخضر
الدور ديالهم هو الدفاع عن أمنا الأرض، ويحذرون من التغيرات. ولكن رغم ناقوس الخطر الذي تدقه الأمم المتحدة ويدقه المنظمات العالمية المهتمة بالبيئة والطبيعة، فذلك كان ضعيفا. لهذا لاحظنا أيها الأحباب الكرام الزلازل والفيضانات، بل والإعصارات والحرائق والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية بدأت تكثر كثيرا وكثيرا. ودول كبيرة أصيبت بهذه الأحداث. لكن السؤال المطروح كما ذكرنا، لاحظنا بأن المحللون كل له وجهة نظر. هناك اتجاه اللي هو علمي عقلاني، وهناك اتجاه آخر اللي هو رباني إيماني أخلاقي. كل واحد كيفسر الظواهر، لماذا وقعت هذه الزلازل والبراكين والفيضانات والإعصارات والحرائق؟ لماذا هؤلاء الضحايا هم بالآلاف، وإذا أحصيناهم في المنتظم الدولي بالملايين؟ لماذا؟ هناك من يقول بأن هذا الأمر هو مجرد تفاعلات الطبيعة. التفسير العلمي يتكلم بأن هناك الضغط الجوي، الضغط الجوي كبير بسبب هذه التنمية الغير العقلانية ديال المصانع وديال التصنيع، وهذا يزيد من حدة الاحتباس الحراري داخل الأرض. الأرض خصها التنفس بحال الرئة، عندها هي الرئة ديالها، هي كائن حي مخلوق. ولكن لما يقع الاحتباس الحراري ويشتد احتدادا داخل الأرض، هذا الأرض كتبدا تنفجر، فتبحث عن متنفس فيقع الخسف أو يقع الزلزال أو تقع الفيضانات. هكذا يقولوا العلماء ديال الجيولوجيا وديال الأفلاك، واللي كيفسر تفسير علمي. والتفسير ماشي جديد، هذا في التاريخ، هذا التاريخ البشرية مليء بالزلازل والكوارث الطبيعية. وكل مرة من اللي كيسالي الزلزال وكيسالي الناس التضامن والتكافل، كيبداو يريحوا وكيبداو يفكرون بهدوء كيف وقع وما السبب ولماذا. ففئة يقول لك هادشي غير طبيعة، هادشي كون الطبيعة هي تعبر عن نفسها. لكن بالمقابل ديال التفسير العلمي، هناك التفسير الديني، هناك التفسير اللي هو معتدل. يقول لك بأن الله سبحانه وتعالى يتجلى بين يدي خلقه ويأذن للأرض بالتنفس، يأذن لها فتحدث الزلازل، والناس ينظرون إلى هول هذه الأخطار ولا يستطيعون أن يقدموا لأنفسهم أي مساعدة لتوقيف هذا الخطر، مما يشعرون بالعبودية لله وينظرون إلى الألوهية. الله تعالى جل جلاله حينما يريد أن يبين لعباده التمييز بين العبودية والألوهية يتجلى بأن يأذن للأرض بالتنفس، فالناس يشعرون بالخوف وبالوجل وتكثر العبودية في قلوبهم. وهذا ما رأيناه، رأينا الحمد لله المد الديني بدأ يزداد، الناس وقفوا مشدوهين أمام هذه العظمة الإلهية. هذا فوق ما يتصوره الإنسان. الناس كانوا عندهم مشاكل غير بسيطة، مشكل غلاء الأسعار، مشكل المدونة ديال الأسرة، المشكل ديال العدالة الاجتماعية، المشكل ديال تنفيذ بعض البرامج الحكومية، مسائل محدودة ديال المعيش اليومي. لكن الآن الجميع، يعني الرؤساء والحكام والشعوب وأحزاب، الكل في كفة واحدة ينظر إلى الكوكب الأرضي يتهدد ويتزلزل من تحت أقدامنا. هذا كله أدى إلى ماذا؟ إلى الناس عرفوا القوة الإلهية وشعروا بضعفهم وشعروا بالعبودية لله. وهو ده ما لاحظنا بأن المد الديني بدأ يزداد بشكل قوي في النفوس. شحال من واحد كان عرفوه كان كتقولي نتصلي يا فلان، نتصلي كيقول لك ما مساليش يا فلان، راه الصلاة واجبة، راه فرض إليك، يقول لك وما زال وتهدينا الله تعالى. لكن لما وقعت الحادثة
مشينا للجامع لقينا دوك الناس سبقونا للجامع، لقينا هما اللي في الصفوف الاماميه، لقينا هما اللي ولين كيسولوا اذا وقع في الصلاه شي خلل اش خصني نجبر الخلل باش ربي يتقبل مني. لقينا الحمد لله الناس اللي كان ما يبغيش يتصدق كيحب المال، يحبون المال حبا جما، يقول لك انا خصني ندير دوار الزمان، نفكر المستقبل، خصني ندير الادخار باش من بعد ندير الاستثمار باش من بعد نتمتع مع راسي. لكن ملي شاف الزلزال وشاف بانه يقدر في لحظه انه يموت ويترك كل هذه الاموال بدا يتصدق. كان الناس كيتصدقوا بكثره في الظرفيه الرهينه، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كاين شي واحد مليونير من شباك عمارته بدا يرمي بالمال للناس لانه كبر عنده 70 عام، يقول لك شحال باقي ليا انا نجيت من هذا الزلزال اجي نفرق هذا الشيء نبقى نكتزنوا. اللهم دابا نفرح الناس وادخره عند المولى ينفعوني. فلقينا الحمد لله بان المد الديني بدا يزداد في قلوب الناس. هذا التفسير الديني المعتدل يقول لك بان هذا الشيء كله اشاره من الله تعالى يعرف بنفسه ليذكر الناس ويزدادون ايمانا. لكن هناك التفسير الديني اللي هو شيئا ما كيكون فيه واحد النوع من الشده، يقول لك هذا الشيء اللي وقع راه عقوبه للظالمين والفاسدين، وان هذا الشيء اللي وقع بما كسب الناس بايديهم، ما كسبت ايديهم وقع. هذا التفسير اللي هو معروف في التاريخ، في التاريخ دائما كيقول هذا الكلام فيما كتوقع شي مصيبه من المصائب، كيقوموا بعض الفقهاء كيقولوا هذا الشيء اللي وقع هو بسبب الظلم والفساد. حتى في الاستعمار ملي كان الاستعمار مثلا في البلاد المغربيه وفي البلاد العربيه، وكانت مع الاستعمار كان هناك امراض انتشرت، كان التوفيس انتشر بواحد القوه، وكانت واحد الطواعيم اخطر من الكورونا دات الناس بزاف، الناس قالوا وجاهم الجوع، كانت المجاعه، كانت المجاعه وكان القمل القمل والحشرات والناس كانوا في واحد الوضعيه صعبه. هادشي كاتبه كتب التاريخ. فكانوا بعض الفقهاء كيقولوا هادشي اللي وقع بسبب فساد الناس وظلمهم والله يعاقب. ودائما هذا الاتجاه كيفسر بقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لكن هذا الضحايا ديال الزلازل وهذه الفيضانات واش هما فعلا كانوا ظالمين ولا كانوا فاسدين؟ لأننا إذا قلنا بهذا الرأي فهو هذا فيه إدانة للمنكوبين وفيه اتهام لهم وتعريض بهم، وهذا الأمر مخالف للحقيقة. لأن الثابت أن هاد الناس اللي وقعت في الأرض ديالهم الهزات وقعت وماتوا الناس معروفين أنها ناس بسطاء كيعيشوا على الكفاف والعفاف، ناس متدينون كتلقى المسجد دائما كيصلوا فيه في الوقت، ناس محتشمون، ناس لا يظلمون، ناس ما عندهم لا نقاء ولا جمال، كيعيشوا غير اليوم ديالهم بلقمة عيش بسيطة، عيشنا على العفاف والكفاف والغنى عن الناس. بل هذا الحكم هذا ربما يتعارض مع ما هو ثابت في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية كتقول لنا ما حكم ضحايا الزلازل والحوادث المباغثة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة لما سئل على دائرة الشهداء قال لي الشهداء بزاف، وسع دائرة الشهداء. الشهداء راه ماشي فقط غير اللي مات في سبيل الله ومات في ساعة المعركة، نعم هذاك سيد الشهداء، لكن الشهادة تشمل حتى اللي وقع له الغرق في البحر أو في اليم، وكتشمل كذلك الذي سقط من عال من مرتفع إما من جبل أو من عمارة أو وقع عليه الردم كتسمى أيضا شهادة، كذلك المحروق اللي تحرق بالنار أو الصعق الكهربائي حتى هو كتسمى شهيد، وكذلك اللي مات بدهاسة سيارة أو ضربه حيوان قوي فمات، هذا كله شهيد. والمرأة عند الوضع كانت كتوضع وقع عليها صعوبة في التنفس وتوفيت أيضا شهيدة. فالشهداء كثر، فالذين اللي هما ماتوا في الضحايا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم شهداء. وأما أننا نربط الابتلاءات دائما بالمعاصي والذنوب، هذه الفكرة يقول لك العلماء ليست صوابا على كل حال،
ماشي اي ابتلاء وصل للانسان غادي يقول بسبب ذنوبي ومعاصي. علاش؟ لان هناك الصالحين يتعرضون للابتلاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا في الحديث الصحيح: اذا احب الله عبدا ابتلاه، فاذا صبر اجتباه. فالابتلاءات تقع في الصالحين. احنا راينا كيف ان نبي الله ايوب عليه السلام، وكان من اهل اصحاب الانبياء اللي عندهم واحد العزيمه قويه، وتعرض للابتلاء. قال ربي اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. تعرض للنصب وتعرض للعذاب، مات كل اولاده وذهبت كل ثروته. كان عنده المواشي، عنده الابقار والغنم، وكانت عنده الارض الفلاحيه، واصابها مطر شديد وجرفت كل شيء، مشى لي كل شيء البهيم، والمال ديالو اللي كان غني من الاغنياء ضاعت له كل ثروته، صار فقير. ولادو تصابوا بواحد المرض معدي، بداو كيموتوا بالواحد بالواحد، ماتوا لي سبعه ديال الوليدات. ثم مصائب وقعت لي كثيره، اصابه الله بمرض شديد لا يرجى برؤه، وما عنده دواء في ذاك الزمان، سرطان خبيث. الناس اش قالوا؟ قالوا هذا 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 انسان لعله كان يفعل المعاصي ويفعل الذنوب فعاقبه الله تعالى. وسيدنا ايوب نبي ما عنده لا معاصي ولا ذنوب، ولكن هذا عنده ابتلاء. الله تعالى يريد ان يباهي به الملائكه في السماء، يقول: يا ملائكتي انظروا الى عبادك. يختار واحد العبد من الصالحين كيعطيه واحد الابتلاء الشديد، كيقطر ليه الرزق، كيعطيه المتاعب، ما كيعطيه زهر، ما عنده عنده الموانع، وكيشوف الله تعالى ردت فعله انه لا يشتكي. فسيدنا ايوب ما كان يشتكي، كان صابرا، فسمي انه العبد الصابر، صبر ايوب. بسبب هذا الصبر نجح ونال درجه عاليه عند الله تعالى. فالابتلاءات هي دائما ماشي مرتبطه بالمعاصي والذنوب، هي قد تكون مجرد ان الله يمحص عباده المؤمنين. ثم هذه الظواهر ديال الطبيعه هي من السنن الكونيه. الله تعالى يصيب بالزلازل والبراكين والفيضانات اما البلدان المسلمه وحتى البلدان غير المسلمه. شحال ديال بلد مسلم وقع ليه زلزال، وكاين بلد غير مسلم وقع ليه والو. بلد مسلم غير مسلم ما فيه لا توحيد ولا صلاه ولا عباده، وربما فيه قيم اخلاقيه فاسده، وفيه ولكن ربي ما عاقبه بحتى حاجه. وحتى المرض والموت والفقر، يعني هذا كيصيب المؤمن وغير المؤمن، فهذا كله فيه نوع من التمحيص، والله تعالى هو له الحكمه البالغه. اي نعم، الانسان الى شاف هذه الكوارث الطبيعيه خاصو انه يكون دائما ينظر الى انها هذه الكوارث الطبيعيه راها من سنن الله في الارض. هي فعلا هناك جنود خفيه ربنا سبحانه وتعالى يأذن لها فتنفعل. الله تعالى قال: ولله جنود السماوات والارض. الجنود ديال الله تعالى راكين ميكروبات صغيره لا ترى بالعين المجرده، هذاك جندي. فاش كانت الكورونا مثلا راه جندي، راه فيروس صغير لا يرى بالعين المجرده، هو جندي خطير يعني صعيب. وجنود الله تعالى كثيره لا تعد وتحصى. ولله جنود السماوات والارض، وحتى واحد ما يعرفها، رغم العلماء والاختبارات والاختراعات ما يعرفوهاش. وما يعلم جنود ربك الا هو. راكين الامراض النفسيه راه جنود، راكين كاين ارواح خبيثه جنود، راكين العفاريت جنود، تماسيح جنود، عدد ديال المخلوقات خلقها الحق سبحانه وتعالى. العبد المؤمن هو مطالب لما يرى جند من جنود الله انه يشعر بالخوف ويشعر بالخشيه ويشعر بالانابه ويشعر بالعبوديه لله. واذا كان مبتلى بشي خطايا وذنوب انه يقلع عنها، يبعد عن المعاصي. العبد المؤمن يعود يزيد في التضرع الى ربه، يندم على ما فاته. هذا ما ينبغي ان يقع للمؤمن. هذا الشيء وقع في تاريخ كثير. لقينا التاريخ ديالنا راه ماشي غير اليوم، وقعت الزلزله في المغرب والفيضان وقع في ليبيا مؤخرا هذا الشهر هذا الاسبوع. راه التاريخ مليء بالاحداث، وكتب التاريخ كتقول ربما من اخطر ما يسمى بالزلزال المدمر، الزلزال العظيم. متى وقع في البلاد الاسلاميه؟ وقع في القرن السادس للهجره.
هذا خطير جدا. يتكلم عنه الإمام المؤرخ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، يقول بأن الزلزال اللي وقع هو عبارة عن كارثة طبيعية مرعبة، ماتوا فيها المئات على الألاف من البشر، ماتوا فيها الأنعام والمواشي، الأبقار والجمال والأكباش، يعني المواشي مشات، ما بقاش الناس، اللحم بقوا ما يأكلوا، وضاعت المحاصيل الزراعية كلها، المدخرات، وتهدمت المنازل، خطيرة جدا. حتى البحر انفرق وبدأ يحذف بالمراكب إلى السواحل، السمك هرب، الناس غيواجهوا مجاعة كبيرة بعد الزلزال. هذا الزلزال العظيم ضرب الوسط ديال الأمة العربية، أجزاء من بلاد الشام والعراق وتركيا ولبنان وسوريا وما جاورها، أخطر زلزال داز في تاريخ القرن السادس للهجرة. وهنا الناس بقى كيتسألوا واش هذا الحدث اللي وقع، واش هو ظاهرة علمية عابرة ولا هو رسالة من السماء؟ هنا غنلقاو كذلك الفكر الإسلامي سوف ينقسم إلى قسمين، غادي نلقاو علماء بحال ابن سينا، بحال الفارابي، بحال ابن النفيس، بحال ابن المقفع، بحال واحد العدد ديال الفلاسفة اللي كان عندهم توجه فلسفي، يميلون للفكر اليوناني العقلاني، خليك هادشي راه غير كارثه طبيعيه، وهادشي راه غير السماء تنفعل والارض تتفاعل، عاديه ودازت. لكن الفقهاء والعلماء والصلحاء قالك لا، حبس، هادشي راه رساله من السماء، هادي راه فيها دلالات وفيها عبر، لابد من ان الناس يعيدون النظر في هاد الاحداث هذه. فنحن اللي كيهمنا ايها الاحباب الكرام أننا هذا الزلزال إنما هو ربما يذكرنا بالزلزال الأعظم الذي سوف يقع يوم القيامة. يوم القيامة ربنا عز وجل يذكرنا به. ليش في هذا المشهد؟ هذا مشهد صغير، هو كيبان نحن مروع، ولكن ربنا يحدثنا على واحد الزلزال غادي يقع يوم القيامة، علينا أن نستعد له، كل واحد منا يستعد لهذا الزلزال، لأن هذا الزلزال اللي وقع غير على 7 درجات على سلم ريشتر، وشوف حتى واحد معرفه ويسمى الزلزال المدمر، الزلزال العظيم، وقع في واحد منطقة صغيرة من الأرض، يعني من المغرب، واحد منطقة صغيرة من المغرب في الحوز فقط، مقتصرة على منطقة صغيرة. لكن الزلزال اللي غادي يقع يوم القيامة هذا زلزال عظيم، سوف يصيب الأرض كلها، بل الأرض بنفسها كتكون غير ذرة صغيرة، اللي غادي تصاب هو الكون بأكمله، وحتى واحد ما يقدر يقيس هاد الطاقة اللي غيتصب بها هاد الزلزال، حتى واحد ما يقدر لأن فوق طاقة البشر وخارج عن حساباتهم وقياساتهم. الله سبحانه وتعالى كيقول إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، يعني خطر كبير. حتى إن سيدنا النبي سئل، يا رسول الله هاد الجبال العظيمة اللي كنشوفوها أمامنا الآن ما مصيرها؟ فجل جواب من السماء، يقول الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتع. هاد الجبال العظيمة هذه كل وقت بالك جبال أعلى مرتفع في العالم، يبالك فين طائرة ما توصل له، وهذا كله قال لك هاد الجبال سوف ينسفها الله تعالى نسفا فيدرها قاعا صفصفا، غتكون بحال الدقيق، غتكون بحال الدقيق بحال الغربال، لا ترى فيها عوجا ولا امتع، الارض منبسطه. وهاد الارض كلها ماشي غير الجبال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا شيء مذهل وشيء عظيم وشيء خطير جدا. فربنا سبحانه وتعالى أرادنا من هذه الأحداث، خلاصة الكلام أيها الأحباب الكرام حتى لا أطيل عليكم، بغينا نستخلص الفكرة الرئيسية، ما قاله الفلاسفة، ما قاله العلماء في العلوم الطبيعية في الجيولوجيا وفي
في الفلك وفي مظاهر الكون وما قاله علماء الدين. الخلاصة البسيطة هي أن هذا الزلزال وهذه الأحداث الفيضانات اللي كتوقع في ليبيا وهذا الأمطار الغزيرة والفيضان الجارف اللي وقع الآن في فرنسا الآن في فرنسا وضرب واحد مجموعة دي الدول في أوروبا، وقبل منه كان الزلزال الخطير ضرب تركيا وضرب سوريا العام اللي فات وضرب لبنان وجوانب من مصر وواحد مجموعة دي الدول اللي تعرضت للاهتزازات الخطيرة. هادشي كله راه هو غير مجرد تذكرة من عند الله تعالى لكي نزداد إيمانا ونزداد يقينا ونزداد في الاستغفار ونزداد في العبادة الصالحة. هذا هو السر الحقيقي. إذا بغنا نفكروا لجمعنا الآراء كلها ديال الفلاسفة وديال العلماء ديال علماء الطبيعة والعلماء ديال الدين على اختلاف توجهاتهم والمفكرين وغيرهم، غادي يلقوا بأن الخلاصة الحقيقية أن ما وقع إنما هو ربك سبحانه وتعالى يرسل الرسائل لنزداد إيمانا ونزداد يقينا. لماتوا غادي يمشوا شهداء عند الله تعالى منعمين في عرصات الجنات، واللي تصابوا بالأمراض وبالكسور إن شاء الله ربي غادي يجازيهم على قدر صبرهم واحتسابهم أجر وثواب عظيم وجزيل، مقامات لا يدركونها لا بصلاتهم ولا بصيامهم ولا بحجهم ولا بعمرتهم، مقامات عظيمة في السماء ربي غادي يوصلهم لهذه المقامات جزاء صبرهم واحتسابهم على هذه المصائب وعلى هذه الوعكات الصحية. واللي نجاو موقع لهم والو بحال نحن دابا الآن موقعنا والو الحمد لله، هذا رسالة لنا جميعا أن نزداد تدينا ونزداد إيمانا ونزداد يقينا. الآن اللي خصنا نفكروا فيه أيها الأحباب الكرام أن بعد الفاجعة ينبغي للحياة أن تستمر، الحياة ينبغي أن تستمر، ينبغي أن نستأنف أنشطتنا في تطوير قطاعنا التعليمي وقطاع الصحة وقطاع التربية والاستثمار والبناء والتعمير. علينا أن نستمر، ما ينبغي نوقفه، يعني كفى دابا الآن، خاص كل واحد منا يحمد الله تعالى ويشكره أنه كتب لي حياة جديدة. أي نعم، احنا الآن كتبت لنا حياة جديدة، وأكيد أن حياتنا يعني قبل الزلزال تختلف تماما عن حياتنا بعد الزلزال. نظرتنا للحياة، نظرتنا للوجود، نظرتنا للأمور تغيرت. أكيد أننا أصبحنا أكثر جدية وعمليا، وأصبحنا متسامحين أكثر. كنقولوا الدنيا فيتة، شحال واحد كان في صراع مع زوجته ومع أصحابه ولاش مصارع، الله يسامح في الدنيا والآخرة. كل متنا الآن، كل مشينا تحت القبور أجد بالآن تسامحوا، كتلقى الإنسان ولا فيه الكرم يقول ندخر هذه الأموال وهذه الخيرات، لاش غندخرها ولا جاتني الموت غتبقى ضيعة، أجي دابا الآن ندير الخير ونفرح الناس. الحياة تستمر، ربي عز وجل مادام كتب لنا حياة جديدة فقد أراد منا أن نعيشها طولا وعرضا. علينا أن نبني ونشيد ونعمر، ثم نبدأ في تربية أطفالنا ونكون شبابنا ونعتني بشيوخنا ونعمل الخير. علينا أننا نعمر المساجد، علينا أن نربط علاقة قوية مع القرآن العظيم كتاب الله رب العالمين، علينا أننا نزيد في المدد وفي العمل الصالح. وسوف ترون أيها الأحباب الكرام بأن هذه المحنة ستنقلب إلى منحة ربانية والكل رابح، اللي مع الله تعالى اللي كان مع الله تعالى رابح رابح، العلاقة مع رب العباد رابح رابح، مع البشر انت وزهرك كاين رابح خاسر، لكن مع الله تعالى رابح رابح، الكل رابح، اللي ماتوا رابحين شهداء، واللي تصابوا بالكسور وبالدمار وضيعوا رزقهم عندهم الأجر والثواب المضاعف لا يبلغونه إلا بالصبر على البلاء، واللي هم موقع عليهم والو ربي عطانا فرصة جديدة للعمل. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله ويزيدنا من نعيمه ويكتب لنا الخير، ونكثر أيها الأحباب الكرام من ذكر الله. هذه الوصية الذهبية اللي نبغيو جميعا أننا نتواصى بها، الوصية الذهبية أرجوكم وضعوا حلقة في الأذن ديالكم، الوصية الذهبية هي أننا علينا أن نكثر من ذكر الله. والله العظيم وبالله وتالله راك أنت هو الرابح، كلما انخرطت في سلك الذاكرين أذكر ربك أذكر ربك وذكر الله تعالى قد قرأت بأنك محفوظ وسليم وناجح ورابح رابح. فأسأل الله تعالى أن يلهمنا
الذكرى في كل وقت وحين. آمين آمين يا رب يا كريم. إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. نواصل أيها الأحباب الكرام، ويسعدنا اللحظة أن نفتح خطوطنا الهاتفية واستقبال مكالماتكم. يبدو أن اللائحة ممتلئة. نبدأها من سلا، معنا للا حليمة. نعم وليدي حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشريفة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا نهار كبير وليدي من اللي دويت معك. يا مرحبا يا مرحبا. راه من الشعبان ديال رمضان ديال العام الأول. لا إله إلا الله، اسمح لي. فاش دويت معاك الكبيدة ديالي، أنا اللي كنت قلت لك أودير، أنا ربيت الوليدات ودارت لي البنت ودارت لي ودارت لي. لا إله إلا الله. ودابا بغيت وليدي، انا مزوقه فوق، بغيت نتلاقاك الوجه للوجه، انا مزوقه فوق وليدي، عندي واحد المشروع بغيتك وليدي توقف معايا، انا مزوقه فوق. مرحبا الشريفه، باذن الله. انا مزوقه فوق وليدي، رانا ما عرفتش نجي، انه خنق لي الصحه نجي عندك للدار البيضاء، ولكن ما عرفت وليدي فين لقاك، ما عرفت فين جبرك، ما عرفت والو وليدي حبيبي. واخا الشريفه، غير الهاتف ان شاء الله نتواصلوا باذن الله. انا نعطيك الرقم الهاتفي نتواصل معك ان شاء الله، وفي الواتساب وان شاء الله نتواصلوا به، وديك الساعه الا كان ضروري نتلاقاو نتلاقاو، ولا كان بالهاتف نقضيو الغرض باذن الله. واخا وليدي، راه من ديك الساعه وانا شاده التليفون ما تيشدش ليا، وانا تنعيط وانا تنعيط وانا تنعيط، حتى ملي كنتي هذا العام في مكه تهضر مع الناس وتنعيط وما تيشدش ليا وليدي حبيبي. الله يحفظك الشريفه. وكي درتي مع وليداتك لالا؟ باقى وليدي باقى وليدي باقى باقى وليدي حبيبي، غير انايا بغيت واحد المشروع، رانايا ملي كنت دريريه صغيره وانايا تنتمناه يا ربي، وما ما عندي حد اللي وقف معايا الا الله، وانت ان شاء الله بغيت نتشاور معاك فيه. انا مزوقه فيك وليدي، شوفي لوجه الله، رانا ما عرفت وقتاش نمشي نروح لعبد الله سبحانه. الله يطول عمرك ويحفظك ويرعاك لالا. انا ناخذ تليفون ان شاء الله ونتواصل معاك باذن الله، ان شاء الله تعالى نتواصل معك وربي يسخر باذن الله تعالى. الله كريم. الله يحفظك ويرعاك لالا حليمه. انا خديت الرقم ديالك، هو خديته، انا غنتواصل معك باذن الله، وربي ان شاء الله يكتب لك مكاتب الخير. وليدي حبيبي انا مزوقه. ياك عندك الحاجه لالا حليمه، عندك في الاخر الرقم ديالك في الاخر فيه 24. اييه صافي، حيت كيداخلوا الارقام كثيره كيداخلوا. واخا لالا انا سجلته عندي، انا سجلته ان شاء الله، غنتواصل معك. انا مزوقه فيك وليدي، انا مزوقه فيك. واخا الشريفه باذن الله. انا مزوقه فيكم، مزوقه في مويمتك مع باك، انا مزوقه فيك وليدي. الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك لالا حليمه. فيك انا ما عندي حد وليدي، كل شيء مشى تحت الله تحت التراب. وحنا كنا غاديين لالا مولا نوبه، الله يطول لك العمر ويزكي لك الاعمال، وان شاء الله تعالى يكتب لك الله مكاتب الخير يا ربي. يا رب الله يرحم لك الوالدي، الله يرحم لك المويمه في القبر. انا مزوجه بك وليدي. واخا الشريفه، انا مزوجه. واخا انا غنتواصل معك ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله، نسالي البرنامج معاك، الناس كيتسدوا فيه على برا، غنساني ان شاء الله ونتواصل معك باذن الله. لاله حليمه حفظك الله ورعاك، شكرا لك لاله حليمه، وربي سبحانه وتعالى نطلبوه دوما ملي نبغي نفكروا في شي موضوع، نطلبوا الله تعالى المدد، نطلبوا الله الاعانه، ونطلبوا الله الاغاثه، والله تعالى غيفتح الابواب، الله تعالى غادي يسهل الامور، والله سبحانه وتعالى غادي يبلغنا المقاصد. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شكرا لك لالا حليمه. ونتحولوا الى الشماعيه، معنا السي هشام. الو، السلام عليكم عمي الطيب. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يحفظك مولاي ويبارك فيك. حفظك الله ورعاك عمي الطيب، الله يرحمك الوالدين. كذا السي هشام، كدير العائله وكدير الاحباب؟ كل شيء بخير عمي الطيب، الحمد لله. أولا السيدة اللي دارت معك دابا، نسأل الله جل وعلا أن يفرج همها. اللهم آمين. وأن يجعلها من الموفقين يا رب، الله يفرج لها من هم. يا رب. وإن شاء الله تعالى نتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقها للخير يا رب، والله يوفقك أنت عمي الطيب. العفو أخويا، اللهم آمين. الله يرحم شهداؤنا، الله يرحم شهداؤنا شهداء الحوض، الله يرحمهم، الله يجدد بهم الرحمات. اللهم آمين. الله يرزق الأهل تاعهم الصبر والسلوان. يا رب. والله يحفظ لنا هذا البلد، الله يحفظ لنا هذا البلد، امين. الحمد لله. وتحيه لك عمي الطيب، وتحيه لسي سمير صراحه رجل فارس. نعم، سي سمير دائما معنا في الاخراج وفي تلقي المكالمات، ودائما القلب الكبير، ودائما الابتسامه، ودائما ميسر الامور، الله يحفظك يبلغ لكم التحيه جميعا. صراحه تا هو من الفضلاء حفظه الله. بارك الله فيك مولاي. وتحيه لك عمي الطيب، احنا رجل دعمك عمي الطيب، الله يرحم لك الوالدين. اللهم امين اخويا.
وعمي الطيب بغيت نتكلم معك عمي الطيب على قبل الصداقة. عمي الطيب اي اخويا فعمي الطيب تقول لك الناس اللي اذا اردت ان تسعد نعم فاسعد الاخرين أيه. فانت اسعدهم لان الله سبحانه وتعالى شكور حليم. انت حينما تفكر ان تقدم مساعده لانسان او ان ترسم بسمه لقناه شجره هلال المكفوفين فصراحه راى فيها الناس محتاجين. ومعك واحد الاخت عمي الطيب تود التكلم معك وهي صراحه تنتظر هذه اللحظه منذ سنين. عمي الطيب مرحبا مولاي. مرحبا سي معك اخت منى. السلام عليكم قريبا. وعليكم السلام ورحمه الله بنت منى حفظك الله ورعاك. لاباس عليك. الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك بنتي. كنشكركم بزاف على عمي هذا البرنامج. كنشكركم بزاف بزاف. بارك الله فيك بنتي. الله ينورك بنور الله. الله ينورك بنور الله. شكرا عمي قريبا. شكرا عمي الله يحفظك عمي. يا رحمة الله. معك منى من زاويه الشيخ انا مكفوفه عمي قريبا. لا اله الا الله. غاديت معك عمي قريبا جوج مرات ولا. اي مرحبا بنتي. لاله منى الله يشافيك ويعافيك بنتي. انت من زاويه الشيخ ياك كي درتو مع هذا الزلزال ومع هذا الخوف بنتي وانت فاقده للبصر؟ عمي قريبا دخلت بزاف باقي عمي قريبا قضيه الخلاء باقي عمي قريبا دابا كان في الكرسي ولا كنحس كنقول باقي تحرك عاوتاني كتحرك عاوتاني الدار ولا الارض كنحيد الكرسي كنجلس على الارض كنحط ايدي على الارض كنقول ما عاوتاني عاوتاني كيتحرك ولا. لا اله الا الله بنتي. ربما الناس المكفوفين ربما غادي يوقع عليهم الخوف اكثر من المبصرين في هاد الفاجعه ديال الزلزال لان ما كيشوفش وكيشوف ربما اي زلزله اي حركه يقول واقيلا راه الزلزال جا. عمي قريبا انا عمي قريبا باقي عمي قريبا الاخرى. الله يشافيك بنتي. الله يشافيك ويعافيك. بغيتك عمي قريبا تجي معايا انا مريضه عمي قريبا بزاف عمي قريبا بغيتك تجي معايا عمي قريبا بغيت المستعمل كامل عمي قريبا تجي معايا انا عمي قريبا بقيت كنصلي قطعت الصلاه شحال هذه عمي قريبا. لا اله الا الله. انا مريضه عمي قريبا بزاف. واش بنتي قطعتي الصلاه؟ الصلاه هي اللي بها ربي كيفتح لنا الابواب والتسير. عمي قريبا انا عمي قريبا جاني النزيف الشعر وشي حاجه مبغاش يقطع لي النزيف. ايها بنتي ملي قطع لي مشى النزيف غير 10 ايام ورجع عاوتاني 28 يوم هذه باش كنعاوتاني النزيف. ايها بنتي هذيك الاستحاضه هذيك الاستحاضه عرق انفجر هذاك اللي وقعت للمراه. النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا قال لنا كتنظف ومن بعد تتوضا لكل صلاه كل صلاه ديرها وضوء جديد. لا اله الا الله. والله عمي قريبا دخلت عمي قريبا الله يشافيك بنتي. الله يستر ولا شي حاجه عمي قريبا باك عمك باك عمك. منى بنتي بدا نتعرفوا عليك اكثر شحال العمر ديالك؟ عندي 28. واش كديري في الحياه؟ ما كندير عمي قريبا والو غير الدار كندير كلشي في الدار واخا ما كنشوفش كندير كلشي في الدار. الحمد لله ملي دخلت الحمد لله مع جواد مع خويا جواد بوعزاوي الله يجزيه بخير الله يخليه صحتو كنقرا القران من الاول ما بقيتش كنقرا ولكن الحمد لله ولي دابا كنقرا القران كندخل معاهم الكروب شجرة الهلال للمكفوفين كنقرا القران الحمد لله كنكمل الشقه ديالي في الدار وكندخل معاهم كنقرا القران الحمد لله. منى سولتك بنتي اشنو هو التصور ديالك للمستقبل؟ المستقبل كل واحد كيخطط واحد المخطط للايام المقبله. انت بنتي اش كتنتظري في الحياه؟ وكنتمنى عمي قريبا الا كان شي زوج صالح عمي قريبا. يا ربي يا ربي يا كريم. كنتمنى يا رحمن يا رحيم. انا بغيت ننسق مع سي جواد ان شاء الله هذا الشباب والشابات اللي هما مكفوفين يعني وتقديم الدعم من غير المساعده الماليه يعني كاين اللي باغي مجموعه منهم شباب وشابات عازبين وعازبات وكاين الاحتياجات العاطفيه يعني فكروا يعني الى لقاو يتزوجوا بعضياتهم او ربي يجيب لكل واحد النصيب ديالو وتوقع واحد المساعده والدفع الى الامام بالزواج. حضرنا لواحد مجموعه ديال الاخوان راهم تزوجوا الحمد لله وداروا كاينين عمي قريبان كاينين البنات عندنا مكفوفين ما كيشوفوش مجوجين عندهم وليدات كاين الدراري مجوجين تبارك الله عندهم وليدات عندهم هذيك فؤاد مرشد من اسفيك عنده وليد الله يخليه ليه. هي لالا امينه باقي نقل لالا امينه من اسفيك كتكون في السلاجه واحد الشاب والحمد لله بغى يتزوجوا باقي مخطوبين دابا راه تزوجوا الحمد لله وراهم مستقرين. امينه مكفوفه كذلك الناس كاينين عمي قريبان ولكن عمي قريبان اسمح لي كاينين عمي قريبان الناس كيقولوا المجتمع ديالنا كيقولوا اللي ما كتشوف ما خاصها الزواج ولا الدري ما كيدير والو. والله عمي قريبان اللي كاينين البنات ما كيشوفوش كيديروا شي حوايج كما كيديرهم هذوك اللي كيشوفوا. بحالاش مثلا بنتي بحالاش هي بحالاش بنتي مثلا المطبخ النظافه المطبخ عمي قريبان كندير كلشي انا مكفوفه كندير كلشي في الدار كلشي. بارك الله بارك الله.
كندير كلشي عندنا قريبين في الدار الحمد لله. ملي باقي ما دخلت هاد القناه ولكن تقلقت، قلت ما عمري تلاقيت مع شي وحده بنت مكفوفه، ولكن الحمد لله ملي دخلت هاد القناه وتعرضت بزاف بزاف تبارك الله، بزاف بزاف تبارك الله، حابين كيطيبوا كيديروا كلشي الحمد لله. الحمد لله بغيت الناس كاملين عندنا قريبه يدخلوا عندنا. كاين اللي كيدير صوت الصوره عندنا قريبه، راه درت انا صوت الصوره ديالي في شجره الهلال اللي مكفوفين، يعني ما غندخل ليها ملي غندخل لهاد القناه غادي نلقى مكتوبه منى بمعاناة منى من زاوية الشيخ، أنا مصورة في شجرة ديال الكرموز. أيها بنتي وخبيبي الله. يدخلوا اليوتيوب يكتبوا شجرة الهلال للمكفوفين، راه غيطلعوا لهم واحد الصورة ديال واحد الدريلة في الجاكيطة حمراء ديال الواد الوزاوي. أيوة. في الجاكيطة حمراء كتبوا غالب العربية، غيطلع لهم القناة، يدخلوا عندنا يتفرجوا في الفيديوهات، راه يلقاو الفيديو ديالي تما بمعاناة منى من زاوية الشيخ. اللي بغى يشوفني راه درت صوت الصورة. شنو هي المعاناة ديالك بنتي منى؟ المعاناة ديالك؟ أنا كرهان كان عاني بزاف من الأول، من صغري أنا كنعاني من صغري في البادية، ولكن الحمد لله. دخلتي المدرسة؟ لا ما عمري ما قريت، الوالد ديالي توفى خلاني يلاه عندي عامين. الله أكبر يتيمة، لا إله إلا الله. دخلتي الجامع قريتي القرآن شوية تعلمتي؟ لا أنا كرهان، حنا في البادية الجامع ديال حنا في البادية ما عندناش، عندنا كرهان الجامع، حنا كاين الجامع ديال الرجال ما كاينش الجامع ديال العيالات. لا إله إلا الله. وكيفاش تعلمتي بنتي؟ شكون اللي علمك التعليم؟ واش تعلمتي من الراديو؟ تعلمتي من اللقاءات مع الناس؟ واش المطبخ؟ لا الحياه كلها، الحياه باش كتعلمي؟ الحياه عمي قريبه راه مشى لي الشوب اللي عندي 18 عام، صلاه تحت من الصباح نصبح وطحت. الله اكبر، كنتي كتشوفي من قبل بنتي؟ كنشوف عمي قريبه، كنشوف. لا اله الا ولكن تحت من عندي 13 عام، ولكن كنشوف وحده، عارف كنشوف غير بواحد العين. كاينين الصراحه كيخطبوني رجال، كاين الدراري كيخطبوني، ولكن ما كنتش كنشوف هذيك الساعه غير بوحده كيخطبوني، ولكن ملي درت ملي عندها 18 سنه صافي مشات ليا حتى واحد الثانيه حتى هي. وما درتيش بنتي العلاج؟ العلاج لان دابا انت عندك حادثه، يعني لو درتي العلاج تسترجعي البصر او يزرعوا لك القرنيه وتعودي تشوفي، ما فكرتيش في هذا الموضوع؟ كنمشي عمي كريضه كيقول لي الطبيب خاصك دير السكانير، السكانير ديال الراس عمي كريضه ما عمري درتو، ما عمري درت السكانير راسي هذيك الساعه. ماما كديرة السين ما كانش لي يديني للطبيب، العين ديالي عامره بالدم، طبيب بقي من ما مشيت للطبيب صافي بقيت حتى هذا العام اللي فات عاد حيدتها، درت العين الصناعيه. شوفوا المختنه المختنه اللي حيدوها ليا ودرت العين الصناعيه، ولكن الحمد لله. كتبقى دائما العين الصناعيه مع واحد العدد ديال الشابات كنت معاهم وداروها، ولكن كتبقى دائما عين اصطناعيه غير ديال الميكا، ما كت غير الاستيتيك ديال الجماليه فقط. لا اله الا الله بنتي. على كل حال بنتي نعم عمي الطيب. نعم سيدي. هذا الانسان اللي تقول لك دابا عمي الطيب راه ما عمره قرا شي مره صورة برقاري حيز حافظت معنا عمي الطيب. بارك الله تبارك الله. هذا حيز تبيح. الخير تاع الخير تاع القناه فعلا. أيه كاع الاخوه اللي عندنا الناس قالت عمي طيب بقى حافظ 60 40 32 5 ماكسيموم تحافظ 3 1 2 حرك. تبارك الله عليهم جميعا، تبارك الله عليهم جميعا. انا وعمي طيب هاد الاخوان يدخلوا عندنا، ولاد السيده راه محتاجه فعلا المساعده، عمي طيب راه مريضه، عمي طيب راه كان شي واحد بغى يكفل لي بالعلاج تاعي يدخل القناه الله يعاون الله يخلي حتى دابا راه عاونا يفرحنا كاملين ان شاء الله. دابا صراحه هذه اللي الهم عمي طيب. الله يحفظ يا رب باذن الله. يرى من يرى بحال خوتنا ونتمنى ولا كاين شي واحد في الاستماع ويود ان يساعدها فما عليه يدخل غير اليوتيوب يكتب قناه شجره هلال المكفوفين يطلع ليه الرقم الاخ جاود نصق مع هذه السيده وراه غيفرحنا صراحه غيفرحنا مشى تعاونت السيده عمتي. يا رحمن يا رحيم. فمن يصير من تفرح شي وحده تفرحوا كاملين، حزن شي وحده تحزنوا كاملين. هذا هو الجميل في القناه عندنا عمي الطيب، متضامنين متآزرين فيما بيننا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا ودرنا الفاتحة لوالد عدي راعي المسكينة ودعا لنا مع مولاي أحمد الشرع الشرعي الله يحمي الوالدين واتمنى الإخوان يدخلوا عندنا القناة شجرة هلال للمكفوفين وحفظكم الله جميعا. شكرا شكرا سي هشام شكرا والسلام. بارك الله فيك مولاي. نعم بنتي بغيت كنعمك قريبان دير واحد الدعاء لبنات كاملين ودير واحد الدعاء لعمي جواد لخويا جواد ودير واحد الدعاء لبشرى واحد المسجد نتاع بشرى ديرها يا الله. واخا بنتي يا ربي نطلبوا الله سبحانه وتعالى في هذا المقام الشريف يا ربي الله يبلغكم المقصود جميعا، الله يشافي الوالده ويعافيها ويداويها، وهذا اللي بشرى نطلبوا الله تعالى يعطيها ما كتمنى ويبلغها المقصود ويحفظها ويرعاها ويبارك فيها. والسي جواد كنقدموا لي واحد التحيه ديال الاكبار وديال الاجلال
على الجهود اللي كيقوم بها والقلب الكبير ديالو، طلب الله تعالى يعطيه المداد ويقف معاه. وكنشكروا جميع الناس اللي ساعدوكم واللي غيساعدوكم باذن الله، كنطلب الله تعالى يتقبل منهم اجمعين. وهذه فكره الطريقه ديال المساعده، اي واحد يقدر يدخل هذه القناه. وكنذكروا كاين قناه اخرى ديال المعاقين حركيا اللي دارها السي محمد من الخميسات، اللي سماها قناه نور، قناه نور ديال المعاقين حركيا. حتى هي ممكن بعد تعمر اول هذه القناه. كنقول اولا دوك الناس اللي هما اللي عندهم الاعاقه الحركيه، اللي طالبين المساعده، كاين اللي باغي الكرسي المتحرك، كاين اللي باغي العكاز، كاين اللي خصو الحديد في رجليه، كاين كل واحد عنده. هاد الناس هادو يتصلوا بالسي محمد من الخميسات، راه القناه ديالو سماها قناه نور، غادي يدخلوا ليها لداخل ويديروا الفيديوهات ديالهم باش تما يتعرفوا. وان شاء الله ربي غادي يسخر للجميع، كل واحد غيوصلوا النصيب ديالو فضلا من الله واكراما. امين امين يا ربي يا كريم. نتحولوا الى طنطن، معنا ام هشام. السلام عليكم، انا قريبه. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا، انا قريبه، الله يطول لي عمرك. بارك الله فيك بنتي. وكنشكر الاخ سامي بزاف، كنشكره بزاف، الله يفرحه يا ربي كما كيفرحنا وكتفرحنا، الله يفرحكم ان شاء الله يا ربي. بارك الله فيك وحفظك الله ورعاك. شكرا. انا عمي قريبه. يا مرحبا. انا عمي قريبه، الوالده عندي اياه، انا عمي قريبه. الله يشفيها ويعافيها. امين يا ربي، امين. دعواتكم ليها الشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي. يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم. امين يا ربي. الله يشفي يا ربي. اش كان دور على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. لا لا، ام هشام اش عندها؟ اش دارها؟ لا عندها سرطان في الراس. لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله. الله يشفي. ما اكتشفت عمي قريبه حتى مشات للحج. كنت انا كنت تكلمت معك على القضيه ديال، كنت استشرت معك على شي سنان عندها، كنت سولتك واش يجوز زعما باش تأدي بيوم مناسك الحج. أيه. وكنتي قلتي لي يجوز لأنه سنانها ماشي. أيها لالا. أيه. ومشات مسكينة ديك الأيام الحج، وكانت مرضات اليوم تماك، كانت ديجا كتمرض هنا، ولكن كانت ديوها عندها ولا سكانير، هذا ما سبحان الله ما تبين حتى شي حاجة. حتى مشات داك المقام الكريم، كانت عيانة في عيات في المدينة المنورة، والدواء داروا ليها هادشي ديال فحوصات التحاليل، لقاو عندها أن عندها ورم. لا إله إلا الله. داروا لي التحاليل لقاو أنه خبيث. لا إله إلا الله. الله الأمر الله هذا، وأمر الله هذا، والقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. لا إله إلا الله. الحمد لله أني قريبة، محتاجة الدعوة ديالك بزاف. يا ربي يا كريم، يا ربي الشريفة، الله يحفظك. محتاجة الدعوة، المغاربة كاملين يأمنوا كما كنأمن أنا، راه متتبعة وفيا، واخا ما كان سميتو راه ديما الراديو. بارك الله فيك. ديما كنتصنت لك عمي قريبان، وكنت كنقلب على النمرة ديالك، ولكن الحمد لله المهم تحت لي الفرصة اليوم أنني نتكلم معك، الحمد لله. الله يحفظك بنتي يا ربي، يا ربي الله يشافيك ويمتعك بهذا الميمة. الله يحفظك. امين كبتي. امين يا ربي يا كريم، امين. شكرا لك. امين يا ربي، والحمد لله هي مؤمنه بقضاء الله وقدر، والحمد لله زعما مؤمنه، ماشي وحده اللي كتقول علاش انا ولا، الحمد لله كتقول غير الحمد لله. لا الحمد لله. لله وكتقول لا حول ولا قوه الا بالله، ما محيداش الذكر ديال الله سبحانه وتعالى. وكم تنقول الحمد لله لا عجز الاطباء، الله سبحانه وتعالى ما كيعجز. لا اله الا الله. الأطباء كيحطموك في واحد اللحظة، كيفقدوا لك الأمل، كيكلاشيوك، كيكتفوك، ولكن حنا بالقدرة ديال الله وبالعزيمة وبالإيمان ديال الله سبحانه وتعالى متشبتين، وبغينا ومنا تبقى في الحياة، بغيناها محتاجينها، وبقى بغيناها، وبقى صغيرة، وبقى بغالتنا وبغيناها. يا رب تشافيها وتعافيها، يا رب يا رب تشافيها وتعافيها. الله يشافيها بنتي، الله يحفظكم. أمين. بنتي، الله يحفظكم اجمعين، الله يحفظكم اجمعين. شكرا لك بنتي، شكرا. وسبحان الله العظيم، نعمه الصحه نعمه عظيمه وعظيمه وجليله. غير هذا النهار كانت عندي واحد المهمه بسيطه مع شي ناس اللي هما كيتعالجوا في المستشفى المركزي ديال ابن رشد بالدار البيضاء، وما شاء الله ملي كتدخل تما واحد العالم ديال المرضى،
كتشوف واحد العالم يعني الناس معظمهم عندهم أمراض متفاوتة وكل اللي عنده خطيرة جدا، خصوصا الناس اللي عندهم السرطانات. لا إله إلا الله، وكتلقاهم العين بصيرة واليد ضعيفة، كل واحد كيهز الميلي في الطبي ديالك يقول لك بغيت المساعدة بغيت المساعدة، تقول لي واخا اللي كتقدر تساعدو راك تساعدو، اللي ما كتقدرش تساعدو ماديا كتقول لي اجي نقرا لك شويه القران الكريم وشويه الدعاء. سبحان الله العظيم، هما يتزاحموا الناس كل واحد تقرا غير ايات. كنبغي نقول للاحبه الكرام، راه سبحان الله راه من باب الاستشفاء. دائما كنوصيكم ما تنسوش الاستشفاء بالقران الكريم، راه الحمد لله في واحد البركه عظيمه. ايام كنعرف اناس عندهم امراض خطيره والطب عجز عن العلاج، وملي داروا هذا الاستشفاء بالقران الكريم ربي عز وجل اعطاهم الكرامات والبركات. دائما غنشعر بانني مريض حيت اطفال صغار عندهم توحد، اطفال صغار عندهم صبغي ثلاثي دي مونغوليان، كتلقى ناس خويا عندهم مسكن ليباتيت سي، هذا عنده سرطان، هذا عنده كذا، كلشي باغي المساعده وصعيب. كتقول اجي على اللي قدرنا ندير مساعده ماديه نقدموها، اللي ما قدرناش عليها سهله بسيطه، اجي نجمعوا نقراوا القران الكريم وندعوا الله الصانع الخالق المبدع. وسبحانك يا جليل ياتي الله تعالى بالفرج. طلبوا الله سبحانه وتعالى يشفي المهمه ديالك، وكنحييها وكنحيي الناس تاع الاقاليم الجنوبيه كانوا هذا العام فعلا معلم الحج، الناس ديال طنطان وديال العيون وديال الساقيه الحمراء وغيرهم، الناس ديال الداخله، ناس طيبون سبحان الله العظيم. هاد ملي كتكتشف هاد الناس في الديار المقدسه كيبان لك الحقيقه ديالو. هذوك الناس عندهم صفات مشابهه للناس ديال المدينه المنوره، يعني في اللهجة في اللغة في الصورة في المعاملة في حب الخير. سبحان الله العظيم، ربي شافيهم ويعافيهم. اللي بغيت نقول لك لاله ام هشام، الوالد ديالك راه مرا مؤمنة، والمؤمن مصاب، هذه قاعدة، المؤمن مصاب. ولماذا يصاب المؤمن؟ لان الله تعالى يباهي به الملائكة في السماء. راه الاصابة ربي لم يعطيها لاي امكان، عندك تسحبوا الاصابة كيعطيها الله لشي واحد فاجر وكافر ومجاهر بالفسق والفجور والكفر، ما يعطيهاش ديال الله تعالى، ما يستحقاش، كيعطيها الله لمن رأى فيه الإيمان واليقين. علاش؟ لأن الله تعالى يباهي به الملائكة في السماء. حتى الملائكة اعترضوا على خلق الإنسان منذ البدء، حينما خلق الله الوجود وخلق المخلوقات كلها، آخر مخلوق غادي خلق الله تعالى بعد أن خلق السماوات والأراضين وخلق الجنة والنار وخلق الملائكة والجان وخلق الحيوانات والبهائم والبحار والأنهار، خلق كل شيء، آخر مخلوق غادي خلق الله تعالى هو المتميز هو الإنسان. الإنسان هو آخر مخلوق، وغادي يسخر لي الله تعالى كل هذه المخلوقات مسخرة للإنسان، سخر له كل شيء، السماوات والأراضين والبحار والجبال. هنا غتعترض الملائكة غتقول يا ربي ما تخلقش هذا الإنسان، ما تخلقوش، هذا ما يصلحش، هذا الإنسان اللي عنده القابلية للإصلاح والإفساد بلاش. لما قال ربنا عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. احنا كنسبح لك يا رب، ما تخلقش هذا البشر. الله تعالى قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. فحينما يقع في الأرض يوقع مثلا الفسق والفجور أو كيقع الحروب والدمار والخراب وسفك الدماء، الملائكة يقولوا يا ربنا ألم نخبرك، ألم نقول لك بأن هذا الإنسان ظالم وفاسد؟ الله تعالى يقول ما تشوفوا خلقي، فكيختار ربي الصالحين والصالحات وكيعطيهم واحد الابتلاءات شديدة، وكيبقوا دائما متمسكين بالعروة الوثقى. أنا ذاك الله تعالى يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، ألم أقول لكم هذا عباد يعبدوني وصالحين وغنال منهم وغادي يبقوا صالحين لن يتغيروا. هذا الابتلاء راه ما يعطيش الله تعالى اللي في ايمانه ضعيف، ما يعطيش ليه الله تعالى، راه امتياز. حتى ربي كيقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. اللي كيعبد الله على حرف هذاك ربي كيوقره كيقول سير انت ما تصلح ليا، ولكن اللي عنده الايمان في القلب ديالو والصلاح ربي كيعطي ابتلاء ورا ابتلاء وكيبقى صابر فيباهي به الله الملائكه في السماء. فنطلب الله تعالى هو الشافي، را دائما الطبيب هو الله تعالى، ربنا شافي وربنا معافي وربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
المهم أيها الأحباب الكرام، الإنسان يجعل دائما توكله على الله ويقينه في الله، لأن الله راه معنا الآن، راه معنا في كل وقت وحين، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. الله تعالى معنا في كل وقت وكيشوف التصرفات ديالنا. الإنسان يبقى دائما كيعتقد بأن الله موجود وأن الله معي، غتشعر بها، راه واحد الشعور كيشعر به الصالحين، يشعر بأن الله تعالى ينظر إليه وهو يبتسم. هذا المقام الشريف بغيتكم أيها الأحباب الكرام توصلوا ليه، تعود تشعر بأن الله تعالى معك وينظر إليك وهو يبتسم. فيما كيشوفك، كيشوفك في الطاعة، إما كيشوفك كتصلي أو كتذكر الله أو كتقرأ العلم أو كتدير الخير أو كتصل الرحيم أو كتصبر على البلاء، ملي كيشوفك الله في أي لحظة معك، حتى في نومك ويقظتك، في حركتك وسكونك، الله معك. إذا وصلت إلى هذا المقام تعود تستشعر بأن الله تعالى ينظر إليك وهو يبتسم. الله، هذه السعادة، هذا هو الهنا. وحتى ذاك المرض، إذا وقع لك المرض أو وقع لك الفقر أو وقع لك الظلم، لا يهم، غيبان لك صغير متناهي الصغر، لا يؤثر فيك. كنعاود نذكركم بذاك الرجل اللي كان مؤمن صالح، وكان ربنا فقد أخذ منه بصره، شرير البصر، ثم ربنا عز وجل خذ له الركابي ولا مشلول مقعد، ثم الله تعالى سلط عليه البراص ولا وجهه عمر بالبراص، ثم الله تعالى سلب منه المال، كان عنده المال الوفير ومشاريه المال، ثم الله تعالى أخذ منه دوك الأحباب اللي كيدوروا بنا وكيوانسونا وكيدعمونا حتى هما كلهم فروا عنه وحده. شنو هو المصير ديال هذا؟ غيتصاب باكتئاب، غيتصاب بقلق، بالعكس ما وقع ليه والو، حتى حاجه. كان دائما يبتسم وكيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي فضلني على، ديما كيقولها ويعاودها. شافوا واحد السيد اللي هو يا شباب والصحة والجمال والمال والمنصب، ولكن كئيب، ديما مضربة مع راسه، حتى حاجة ما عجباه، دائما كل شيء عنده خاسر في نفسه. لقى جالس وكيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال لي هذا بماذا فضلك الله تعالى؟ باش فضلك، اش عطاك؟ انت اعمى وانت مقعد وانت ابرص وانت فقير وانت ما عندك حتى شيء، اش عندك؟ قال لي اعطاني الكثير، اخذ مني هذا الشيء ولكن اعطاني الكثير، اش عطاك؟ قال لي اعطاني قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. أعظم شيء يعطيك المولى عز وجل هي هذه النعم، قلبا خاشعة، لا تقل القلب شاجة كبيرة، ولسانا ذاكرة، لسان غد قديم كذكر الله، وجسدا على البلاء صابرة. والجسد رفق إلى التراب، غادي يمشي بحاله، غادي واحد مرة يمشي التراب، كان صحيح مرحبا، كان مريض راه غادي يمشي. سبحان الله، واحد مرة سيدنا لقمان الحكيم كان مع واحد الملك وأمره بأن يذبح شات، واحد شات، قال لي ذبح لي هذه يا لقمان، فذبحها، فقال لي ايتيني بأطيب ما فيها، هاد الشات هذه بغيت أطيب ما فيها. فأعطاه القلب وأعطاه اللسان. قال لي شنو هذا؟ قال لي أطيب ما في هذه الشات المذبوحة هو القلب واللسان. ثم من بعد أعطاه شات ثانية، قال لي اذبح لي هذه الشات، ذبحها، قال لي اعطيني أخبث ما فيها، أخبث ما فيها. فأعطاه أيضا القلب واللسان، قال لي هذا أخبث ما فيها. قال لي لك السلطان، قال لي يا لقمان كيف هذا؟ كنقول لك اعطيني اطيب ما في الشات الاولى، اعطيتني القلب واللسان، والشات الثانيه قلت لك اعطيني اخبث ما فيها، عاود اعطيني القلب واللسان. قال لي اللي شتي طيب، واش راه هو عنده لسان ذاكر وقلب خاشع، واللي شتي خبيث، باش تعرفوا خبيث عطاه الله قلب اللي هو يا عامر بالهم والغم وعدم الرضا، ولسان فاتر لا يذكر الله. هذا هو التمييز بين الناس، راه ماشي الاموال، ماشي المناصب، ماشي الدرجات العلى في الدنيا، هذا الشيء كله الى زوال، كله الى زوال. اللي فاتك ايها الاحبه الكرام وهو انظر الى لسانك وانظر الى قلبك، قلبك يكون معلق بالله، القلب ديالك ما فيش الدنيا، ما في لا سياسه ولا اقتصاد، قلبك عمره بالله، والشيء الاخر ديال الدنيا خليه على برا، ما يدخلش معك القلب، ما تدخلوش، راه القلب كبير، اذا دخلتي معك الدنيا غتزاحم، غتزاحم الدنيا والدين. واللسان يكون دائما كيذكر الله، وخا انت كتعيش الحياه ولكن دائما ذكر الله معك، هذا انت
راك من الناجين. وأنا ذاك سوف ترى العجب العجب. ماذا سوف ترى؟ سترى بأن الله تعالى بعد أن تمر المحنة تأتي المنحة. هذه قاعدة أرجوكم أيها الأحباب الكرام سجلوها في عقولكم. كل محنة راه لا تطول، راه بعد مدة غتزول، وبعدها تأتي المنحة. وإذا جاءت المنحة الإلهية جاءت عظيمة. والله لكن عرف بعض الناس اللي هما تبارك الله عايشين حياة كريمة، عندهم المال وعندهم الحظوة وعندهم الخير، اقتربت منهم وسولتهم كيف وصلوا إلى هذا النعيم. عنده دار كبيرة وعنده عائلة كبيرة وعنده الخير شيط وعنده كيفاش وصلت إلى هذا المستوى؟ ملي كيبدا يعاودك حياته راه دوز الكرفي أكثر منا، دوز المعاناة، دوز الشدائد، دوز الكروب، وصبر واحتسب، وبعد المحنة جاءت المنحة. بعدها ربي عز وجل غادي يعطيه حتى غادي يغنيه. ما تظنوش بان الأغنياء اللي كاينين دابا الآن خرجوا من بطون أمهاتهم وفي فمهم ملعقة من ذهب. راه كل واحد منهم كيدوز محنة، وكاين اللي كينجح. بعد المحنة كتجي المنحة، لأن الله تعالى هو يتنزه في ملكه. اللي بغي نقول الأحباب الكرام، لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخشوا الفقر، لا تخشوا المرض، لا تخشوا آلام المستقبل، لا تخشوا كوات، لا تخشوا أي شيء. اعلموا بأن الله معنا، هو الآن معنا، ينظر إلينا وهو يبتسم ويباهي بنا الملائكة. ودائما إذا وصلت هذا الشعور غتشعر بالفرحة وغتشعر بالمتعة وغتشعر بالنعيم. وعندك ما تنتظرش العيد، العيد ما تنتظروش تيجي العيد، انت عندك كل يوم بالله عيد. من فرح بنا فرحنا به، من فرح بنا فرحنا به، نفرح بالله تعالى، نفرح بالله ونغلقوا العجب العجب. وعندنا التوكل المطلق على الله تعالى، ياتيك بالارزاق من حيث لا تدري. اللي كيشغل الناس بزاف هو الرزق اكثر. الرزق مضمون، مضمون، ربنا يعطينا الرزق ونحن في بطون امهاتنا، ولما نكبر يعطينا، ولما نتزوج يعطينا، ولما نخلف ابناء يعطينا، ولما نعيش طاولين يعطي. العطاء العطاء العطاء، كلا يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. اسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم الخيرات والبركات، وان يشافي مرضانا ومرضاكم مرضى المسلمين. اختي لنا لالا ام هشام، الله يشافي الوالده، الله يعافيها، الله يداويها، الله يطب في الغيب، تكون ناعسه ان شاء الله، وتنزل الرحمات الالهيه والبركات الربانيه، وتستيقظ صباحا وقد ذهب الاذى وذهب المرض حتى يحتار فيها الاطباء، لان الله تعالى هو الطبيب، لان الله تعالى هو المعالج، لان الله تعالى هو الرزاق. ولاش غنتقلق؟ علاش غنحزن؟ والله تعالى معنا. اللهم زدنا من الخيرات والبركات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونواصل معكم أيها الأحباب الكرام هذا اللقاء المباشر والمفتوح، ويسعدنا أن نستقبل المزيد من المكالمات. اللحظة نتحول إلى إقليم تونات، معنا للا بسمة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيدير عمك حاج لاباس عليك؟ الحمد لله بنتي، بارك الله فيك، يا مرحبا. بارك الله فيك عمي الحاج، وأواشر مباركة، والله يرحم هاد الناس اللي ماتوا، الله يرحمهم ويسر عليهم يا ربي في هذا النهار. اللهم امين بنتي يا ربي، اللهم امين. واللي باقي اللي مريض الله يشافيه، والله يرفع بينا عمي الحاج. يا ربي يا كريمة بنتي، بارك الله فيك. كيدير عمي حاج لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يشكرك بنتي، بارك الله فيك يا بنتي، كيف بقيتي الصحة ديالك شوية؟ الحمد لله، بارك الله فيك، وشكرا لاخ المستقبل المكالمات، كنشكره بزاف، والله يجازيكم بخير، وانا فرحانه بزاف. دائما الحمد لله في الخدمه، دائما في الخدمه مع الناس كلهم، ميسر معهم وكيتواصل ويعطي رقم هذا لهذا ورقم هذا لهذا، وميسر مع الناس كلهم الحمد لله. الحمد لله، الله يخرج سربيسه على خير يا ربي، والله يخلي له العزيز عليه. اللهم امين بنتي، بارك الله فيك، والله يجازيك بخير. انت عمي الحاج كنشكرك بزاف، والله يرحمك الوالدين، وشكرا على الاهتمام ديالكم وعلى اللي كتستقبلونا، الله يجازيكم بخير. واجبه بنتي، مرحبا. بارك الله فيك عمي الحاج، وانا فرحانه بزاف مرتبكه لانني عاود نسمعك عمي الحاج. اياها بنتي، الله يحفظك ويرعاك. كي غادي في اليوميات ديالك والاخوات ديالك والمعاناه مع فقدان البصر؟ الحمد لله من حاجة، اللهم لك الحمد. صراحة أنا عندك بالنسبة لهاد الهزة هذه كنت عند خوتي، صراحة تخلعنا بزاف، والحمد لله اللهم لك الحمد. وانت عارفة من حاجة إنسان مكفوف، يعني
ما عندكش كيفاش دير تهرب وهذا زعما كتشوف الناس خارجين الحمد لله بالسمه يعني الناس كيهربوا والمكفوفين غادي يهرب ما عرفش الاتجاه كل شيء خرج عمي الحاج نعرف الناس خرجوا حتى 4 الصباح دخلوا كل شيء خارج لا اله الا الله كل شيء خارج كل شيء خايف بس ما فتاونات ولكن ديك الساعه فين كنتي ديك الساعه عند خوتك اش من مدينه ديك الساعه عمي الحاج كنت في حفاس على حساب الطبيب على حساب كان عندي رانديفو على حساب عيني ياخذ بالحديد ايها بنتي لا اله الا الله والحمد لله عرفت عمي الحاج مع العلو الرابعه راه العلو بزاف كتحس يعني راه يعني الناس هربوا في الدروج انت دابا ما فاقده البصر كي درتها بنتي هو عمي الحاج نقول جلسنا والحمد لله صافي شهدنا وجلسنا وخلي وحتى داز داكشي وعاد خرجنا حتى حنا من ايها الناس يعني كل شيء اللي شهد هذه علامه على قوه الايمان واليقين لان ديك اللحظه اللي استحضر لا اله الا الله هذيك علامه من الله تعالى كيقول انت راه عندك اليقين راه اللي في قلبه اليقين واللي كيبقى كيصرخ خصو يراجع الايمان ديالو لان في الفزع كتحضر ديك لا اله الا الله نعم من هذو عمي الحاج مع الخلعه ومع هذيك اللي كيغوت كاين اللي كيقول لا اله الا الله كاين اللي كيقول الله اكبر كل واحد مع الخلعه وهذه زعما الانسان ما يحس بالعوان صافي ما عندك ما دير الانسان اللي جات من عند الله الحمد لله عليها جلس ما حتى درت داك الشيء وشنا كل شيء خرج حتى حنا خرجنا لا اله الا الله هو فزع نعم فزع كبيره بنتي فزع كبير الحمد لله عمي الحاج اللهم لك الحمد اللي جات مع عند ربي الحمد لله عليها تبقى في كاين اللي جات مع العبد اما اللي جات مع عند الله اللهم لك الحمد حتى اللي كيجي من عند العبد هو من عند ربي ربي هو اللي سخر داك العبد لا اله داروا في قدرك اما خيرا او شرا كل شيء من عند الله قل كل من عند الله يعني المؤمن كيقول لك كل شيء كي لا يرى لا حركه ولا سكون الا من عند الله الحمد لله عمي الحاج اللهم لك الحمد الصراحه ما جات ما سميتو وعمي الحاج انا مريضه بزاف الله يجازيك بخير كنت مدعي معايا الله يجازيك بخير عندي تحاليل وصيفطوني عمي الحاج للرباط على حسب غير اللي زرع القرنيه وشامرك عمي الحاج الحمد لله بنتي القرنيه مش تاع الطبيب باش نستافدو منك ربما هذا العمليه ربما تنجح والناس اللي هما مكفوفين تما ربما يلقاو الامل في الابصار كيفاش بنتي درتي الرحله ديالك حتى وصلت للتحاليل وغدرع القرنية مازال عمي الحاج دابا ما درت تحاليل عندي تحاليل اخرين يعني على حسب فقر الدم وعلى حسب عندي شي امراض اخرى اما بالنسبه للعينية عمي الحاج انا عاد نتبع حاليا قالوا لي خصك الرباط عطوني واحد الورقه وانا مازال ما مشيتش نعم واش كاينه امل انك تسترجعي البصر ديالك ما عرفتش عمي الحاج على حقاش هما اللي غيعطوني شحال يعني شحال في المية واش زعما شحال عندي في الامل فهمتي هما اللي دابا ما عاد يسطوني يا ربي يا بنتي كلشي عند الله تعالى قريب هما لك الحمد عمي الحاج على كل حال دابا حاليا انا مازال ما مشيتش باش نعرف شنو كاين وهذا زعما شحال هادي ملي عطوني الورقه دابا تقريبا واحد الشهر ومازال ما مشيتش الله يسهل لك الامور يا رب اللهم امين عمي الحاج دعي معايا الله يجازيك بخير الله يشافيك ويعافيك يا بنتي وان شاء الله بقي ديما معنا لاله بس ما في التواصل وان شاء الله باش نعرفوا التطور ديالك حتى الى شفنا شي واحد فقد البصر وزرع القرنيه ورجع ليه البصر حنا غنفرحوا كاملين كلنا غنفرحوا معاه وغنساعدوه وغنتشجعوا باش كل مره نتعاونوا مع واحد او مع وحده اللي يقدر يزرع القرنيه ويرجع ليه البصر ديالو نعم عمي الحاج وعمي الحاج صراحه الله نتمنى عمي الحاج بغيت نتواصل معك الله يجازيك بخير عندي شي امور اللي بغيت نقولهم لك بغيت نقولهم على اذا الله يجازيك بخير عمي الحاج نتمنى تتصل بيا وبغيت نتواصل معك الله يرحم لك الوالدين بكل فرحه بنتي باذن الله الله يحفظك الله يجازيك بخير عمي الحاج وانا انا راني حاطه الفيديو ديالي في قناه الامل للمكفوف شجره الامل للمكفوفين يا ربي يا كريم الله يشافيك ويعافيك نعم اللي بغى يتواصل معايا واللي بغى يكتب غير شجرة الأمل للمكفوفين وعندي فيديو ديالي معاناة بسمة تاونس معاناة بسمة رقموها معاناة بسمة رقموها معاناة بسمة رقموها هذا هو هذا العنوان ديال الفيديو ديالي واخا اش درتي في هذا الفيديو اش كتبتي فيها بنتي بسمة اش درتي فيه حكيت فيها على المعاناة اللي تنعاني عمي الحاج يعني المعاناة ديالي اليومية هي باختصار باش الناس يفهموا هذا دابا الان قبل ما يشوفوا الفيديو يعرفوا واحد النموذج ديال الفتاة اللي كتعاني اشنو هي المعاناة ديالك اساسا في الحياة المعاناة ديالي عمي الحاج هو يعني تعرفون البنت في البادية الكفيفة راه عمي الحاج صعيبة بزاف صراحة الله راه واحد المعاناة قاسية بزاف
يعني ما كتلقاش اللي يساعدك، ما كتلقاش اللي يمشي معاك. الحمد لله انت في الدار ما محتاج حتى شي واحد نهائيا ابدا، يعني في الدار الحمد لله اللهم لك الحمد ما نحتاج لحد. اذا ما الحمد لله مدبرة هذا الامور ديالي، ولكن عمي الحاج مخيله اللي كتخرج راه ضروري خصك شي واحد اللي يديك الطبيب اللي يخرجك اللي ما تبقى مع من تهضر البوادي، يعني دابا البديه اخوات ما تبقاش مع من تهضر مع من تواصل. الناس هاجروا البديه ولا تسدنا لهم ابوابهم، ما بقوش اجتماعيين كيف كانوا من قبل. ما بقاش عمي الحاج بقى بحال دابا مثلا الراجل الكبير والمراه صافي في الدار، يعني الدراري هذا كلشي كيمشي يخدم، البنات اللي تزوج اللي كيخدم على راسو، يعني الباديه ما بقى فيها حد لان الوقت صعب تاع عمي الحاج، يعني ما بقى حد اللي جالس وهذا ما بقاش داك كما كان شحال هادي. يعني حتى كيجيك الملل، يعني ما عندك ما دير. واخا الحمد لله اللهم لك الحمد، انا كنقرا القران الحمد لله، الله يجازيك بخير عمي الحاج. وبالنسبه للقرايه هذا العام ان شاء الله عندي الباك حر. تبارك الله عمي الحاج، ادعي معايا الله يجازيك بخير بالنجاح يا ربي. الله ينجحك بنتي. بس ما دابا عاوتاني المعاناه ديالك باختصار، شنو هو المطالب ديالك بحال الشابات اللي في المستوى ديالك؟ شنو هو المطالب باش ترتفع هذه المعاناه، باش يشعروا بانه بالراحه وبالسعاده بالهنا؟ الحمد لله عمي الحاج، غير هو حاجه يعني الانسان انت عارف عمي الحاج، الانسان ضروري خصو كيقلب على يعني شنو هي الحياه ديالو، خصو يستقر، خصو يعني بزاف الحوايج. ما حدك انت هكا وانت كتقلب، هي انت كتقرا وكتحفظ القران الحمد لله، ولكن ضروري خصك يجي واحد الوقت حتى انت تستقر، حتى انت كما كنقولوا تعرف شنو كاين، كما كنقولوا حنا بالهذا ديالنا تعرف راسك مريلي، كما كنقولوا خصك تاسس حياتك حتى انت يا تعرف يعني فهمتينا عمي الحاج. يعني فهمتك، الحياه متواصله وخص الانسان يبني الاسره ديالو ويكون عنده استقلاليه ويكون عنده حياه ماديه مريحه. لا اله الا الله. بس ما يسولت واحد عمي نعم كنسمع. لا تفضلي. ما كنطلبوش عمي الحاج، انا بالنسبه لي عمي الحاج ما كنطلب حتى شي حاجه اللي اكثر مني، انا بغيت غير باش الانسان باش يعيش ويعيش كما يعني الكرامة والعزة. بسيطه يعني ما مخصوش وما عندوش، ما نص نص كما تنقولوا حنايا الحمد لله، الانسان غير باش يعيش. الله يفرج عليك بنتي. بس كما تيقولوا عمي الحاج واحد المثل كيقول لك راه العيال اللي كيمد وما كيعيش اللي كيشد. فعلا فعلا بنتي، خاص الانسان عنده واحد المورد مستقر باش يقدر يعيش بكرامة. خاص عمي الحاج واحد الحاجه تكون ديالك، يعني فرض المثال شي حاجه شي مثلا ديالك، يعني تكون انت هدا عليها، يعني تكون تشدها شهريا زعما تكون شي حاجه ديالك، ماشي كل مره يجي يصدق عليك هذا يصدق عليك هذه، يعني الانسان راه كيمل من داك الشيء. الصدقه ربما كتمس الكرامه ديال الانسان، يعني لو كان عنده واحد العطاء اللي هو مستقل غادي يشعر بانه مرتاح. اما الصدقه دائما هي سعاده للمعطي، ولكن كتكون بحال المدله للاخذ، يشعر بانه دائما محلي السفلى بالاستعطاء. نعم نعم، كتحس براسك دائما محتاج، دائما خاصك تطلب داك الانسان باش يعطيك، داك الانسان باش يساعدك، داك الانسان داك الشخص باش يعاونك. يعني نتمنوا من الله تكون شي حاجه ما احسن من هكا يعني. يا ربي ان شاء الله بنتي. ولكن بسمه انت الحمد لله في بنت الباديه وفاقده للبصر وكملتي الدراسه ودابا الان عندك البكالوريا، لو خبرتينا كيفاش كدوزي هاد الايام الدراسيه ديالك، كيفاش كتقري المواد الادبيه وربما العلميه باش توصلي لدوزي الامتحان؟ كنحفظ عمي الحاج غير الدار، لاني كنقرا غير حره، يعني حتى كيجي وقت الامتحان انا عاد كنمشي لذاك البلاصه اللي غندوز فيها، المدينه اللي غندوز فيها، كنحفظ غير في الدار وهكا، وكيصيفطوا لي الله يجازيك بخير عمي الحاج، كنشكرك بزاف لان ولا عندي الهاتف الحمد لله كنحفظ فيه القران وحاليا دابا كتستحق ان شاء الله واحد الهاتف اخر اللي يكون ذكي اكثر وكبير وفيه بزاف ديال لي بارامتر باش تقدر يساعدك اكثر. بان انت مقبله على البكالوريا الحره، يعني خاصك مازال ان شاء الله الدعم والمساعده باذن الله. الله يجازيك بخير عمي الحاج. صراحه عمي الحاج انا ما كنت نسيت هذه القضيه القرايه، ولكن عمي الحاج انا مهوسه بهذه القرايه، وملي كيجيو امتحانات كنحس براسي يعني كنبقى مريض، واخا يعني التلفائده دي راه ما دوزهاش بسميتو بسهوله، ما بقيت كنقول صافي ما غادي نفضي ما غاديش نكمل، ورغم كذلك الظروف الصعيبه واخا ما كيبغي حد يساعدني في هاد الامور، كي زعما شكون غيديك شكون غيجيبك، واخا بزاف كيعكسوا لي وهذا وصافي انا بالي مع القرايه. انا كنحلم عمي الحاج بالقرايه، كنتمنى من الله يوفقني يا رب. المواد اللي عندك كتلقى فيهم بان اريحيه اكثر
ونقول لك من حاجة صراحة ماشي دابا عندي شوية صعوبة في الفرنسي، عندي صعوبة في بزاف يعني، ولكن المواد اللي عزيزة عليا هي التربية الإسلامية وهي سميتو هذه مادة الفلسفة تجيك صعيبة شوية. ضروري عمي حاجة، والأخرى هي المهم عندي المواد اللي عندي مزيانين وكيعجبوني بزاف الحمد لله. والطريقة ديال الدراسة واش عندك شي واحد كتواصلي معه بالواتساب ربما شي أستاذ أو كاينين عمي الحاج كاينين أساسي الله يجزيهم بخير واقفين معايا وكيساعدوني بإطار الدراسة، كيقولوا لي حنا في إطار الدراسة حنا مستعدين نعاونوك ونساعدوك. سعداتهم هنيئا لهم، هنيئا هنيئا. نعم الحمد لله. واخا طريقة برايل ولكن هما في يعني بحال دابا كيسجلوا لي ولا هكا صوت كرت ميموار تسجيل أوديو. بارك الله، وإن شاء الله بنتي يكمل لك الله الرجاء، يكمل لك الله الرجاء. كاين عمي الحاج بيسي ناطق، شوف عمي الحاج ما بقى حتى شي حاجة صعوبة، راه خصك إمكانيات. كاين بيسي تيدوي ناطق يعني يساعدك، كاين الحمد لله كل شيء موفر عمي الحاج. دابا هاد الشباب اللي هما مكفوفين ربما خاصهمش غير فقط هاتف نقال، خاصهم حتى حاسوب باش يقدر يقدر يواكب الدراسة. كاين عمي الحاج البنات تبارك الله كاملين، أنا كنعرف ناس مكفوفات كاينين تيقراو في لافاك عندهم الحاسوب الناطق يعني الحمد لله كيفاش كيتعاملوا معاه زعما ما شاء الله يعني الله الحمد لله. غير امكانيه عمي الحاج كل شيء موجود دابا حاليا، غير اللي ما بغاش غير الاراده والعزيمه، الاراده والعزيمه والرفقه الطيبه، الرفقه الطيبه باش ياخذوا بيديك. نعم هو عمي الحاج واخا الاراده كتكون في بعض الوقت انا كنشوف مراسي يعني واخا كتكون عندك الاراده والرغبه راك باغي تقرا، ولكن الظروف اللي كتعيش فيها كتمنعك. واخا كتكون عندك انت اراده وكيقول لك لا انت ما باغياش انت ما باغياش، ولكن ماشي انت ما باغياش، راه الظروف الحياة اليومية اللي كتعيشي فيها انتيا ما مساعدكش. لا اله الا الله. واخا الشخص الاخر ما تيفهمش هذا الوضع هذا، ولكن كما تنقولوا ما كيحس بداك هذا غير اللي عايش فيه، الانسان اللي بعيد عليك راه ما غيحسش بداك المعاناة اللي كتعاني بها انتيا. ولكن كنبغي نقدم لك تحية بنتي بسماء، يعني رغم هذه المعاناة في العالم القروي وفقدان البصر وهذه الامراض ديال التحاليل الطبية، ولكن الحمد لله هاد القوة العزيمة والإرادة يعني كتخلينا نحترموك أكثر ونقدروك أكثر، وبغينا بحالك نشوفوهم أكثر الناس اللي هما عندهم ظروف صعبة أنهم يتجاوزوا الظروف الصعبة وأنهم يستمروا في العمل والدراسة وفي نعيشوا الحياة طولا وعرضا. الحمد لله عمي الحاج، وخا بحالي يعني كتقاتل باش هذا وباش تحصل انت، ما بحالي ما كت ما تحش بالنقص حتى انت، حتى انت باغي تقرا حتى انت رغم كذلك يعني انسان مكفوف وفي الباديه وهادي، ولكن يعني حتى انت عندك داك الاحلام كتحلم زعما واخا كتحاول حتى انت تعيش طبيعي، ما تحش بالنقص ما تحس بهذا يعني واخا رغم الظروف الصعيبه. لا اله الا الله بنتي، الله يكمل لك الرجاء. عمي الحاج والله العظيم اقسم بالله عمي الحاج اللي عطاوني 15 تحليله اللي عطاوني وانا عندي كل شيء الوراق عمي الحاج، انا الا بغيتي حتى نصيفطهم لك ما عنديش مشكل. باذن الله بنتي باذن الله. هادو غير ديال بلاد عينيه، ورغم كذلك الحمد لله حتى انا كنبغي نقرا، حتى انا يعني كنشوف بنات كنسمع بنات كل شيء كيقرا كل شيء هادي، حتى انا كنبغي يعني رغم الظروف الصعيبه والصحه شويه الحمد لله اللهم لك الحمد، رغم كذلك نتمنىهم الله يوفقني ويوفق الجميع المسلمين والمسلمات يا رب. بارك الله فيك بنتي بسمة، نتمنى لك إن شاء الله النجاح والتوفيق والسداد، وتحية إليك ولكل الشباب اللي هم مكفوفين وعندهم قوة الإرادة وقوة العزيمة، هذا هو المطلوب منا جميعا. رغم الحياة هي هكذا أيها الأحبة الكرام، الحياة صراع والحياة كفاح، والحياة ينبغي أن نعيشها طولا وعرضا. احنا لا نختار كل شيء، هناك أقدار يفرضها علينا القدر، إما فقر، إما مرض، إما نقصاً أحبة، علينا أن نصبر وعلينا أن نقاوم وعلينا أن نستمر في العمل، نستمر في الإبداع. وأحسن ما يهتم به الإنسان هو طلب العلم، لأن طلب العلم هو نور. يقال بأن العلم لأبناء الأغنياء جمال ولأبناء الفقراء مال وجمال. إذا كان واحد كينتمي إلى أسرة غنية وقرى العلم كيعود عنده الجمال، المال هو موجود عنده ولكن من اللي كيقرى العلم كيعود عنده الجمال فوق المال. أما ولد الفقير ف
فالعلم بالنسبة إليه مال وجمال، يعني غادي يرقع من الوضعية الاقتصادية ديالو، وغيجي واحد النهار اللي غادي يقدر يبدع وغادي يقدر يخدم وغادي يقدر يصرف على نفسه وغادي يقدر يعطي للآخرين. فدائما كنت نشجع على طلب العلم رغم الظروف الصعبة. اللي انقطع عن الدراسة ربما كان في البادية، كان عوائق اللي اعترض الطريق ديالو، راكين فرصة ثانية. عندنا مجموعة جمعيات في المغرب كتسمى جمعية فرصة ثانية. شنو هو الدور ديال هذه الجمعيات؟ هما كيقدموا الدعم اللي فاتوا الفرصة. قال لك انا فاتني القطار، انا راه ما وصلت لوالو. كيقول لا، ما كاينش نهاية، مازال ما عندك في الحياة كتنفس، ما عندك في الحياة قلبك ينبض، مازال عندك الأمل ومازال عندك الفرصة ديال النجاح. فكيعطوا فرصة ثانية، سواء اللي انقطع عن الدراسة كيعطوا فرصة ثانية للتعلم، اللي ربما انقطع عن الزواج ربما فشل عاطفيا او كيعاود يعطوا فرصة ثانية يدعموه باش يقدر يزيد يغير حياته وتستمر معه الحياة، او فشل في اي مشروع افشل كيعطوا الدعم النفسي والتوجيهات المفيدة باش يعاود يكمل الطريق ديالو. فاحنا بغينا جميعا ايها الاحباب الكرام، خصوصا المحنة اللي عشناها مع هذا الزلزال، غتعطينا واحد الرؤية جديدة للحياة. هذا الزلزال ما بغيتكمش ايها الاحباب الكرام يخلي فيكم واحد ضعف نفسي، لان البعض كيسمع كيقول لك راني باقي عندي الخوف وعندي الهلع. لا، ينبغي ان نتجاوز هذيك، غير مرحله بسيطه. ربنا تجلى لنا في بعظمته وقوته وجبروته، اسماء الله الحسنى، الله تعالى اسمه اللطيف، كنلقاو الالطاف الربانيه، الله اسمه الرحيم كنشوفوا الرحمات ديالو، الله اسمه الكريم كنلقاو الكرم ديالو. هذه الاسماء كتسمى اسماء الجمال، والله تعالى عنده اسماء الجلال، اسماء الجمال واسماء الجلال. الجلال هي القهار، الجبار، القوي، المتكبر، المسيطر. فربنا سبحانه وتعالى تجلى لنا في هذا الحدث باش يعرفنا بنفسه، وحنا كنزدادوا اللي عارف الله تعالى يزداد معرفة ويعمق هذه المعرفة، واللي كان غافل يستيقظ. هذا كيتسمى تنبيه الغافلين. نتجاوز هذه المحنة، ما يبقاش في قلوبنا الخوف، بالعكس تكون هذه المحنة هي دافع لنا إلى الأمام لكي نعمل أكثر، يكون عندنا خط فاصل ما قبل الزلزال وما بعد الزلزال، هو أننا ننظر إلى الحياة بأنها فرصة ذهبية ثمينة. نعرف قيمة الحياة، ما نبقاوش دائما نشعر بأننا علاش تخلقنا، وحنا أشعر بالملل، أشعر بالسآمة، أشعر بالقلق، هذا كله من تلبيس إبليس. بالعكس نقول الحياة فرصة ذهبية، أنا محظوظ لأن ربي عز وجل مد لي في العمر، ومازال أعطاني القدرات باش نقدر نخدم ونبني ونعمار ونشياد ونساعد ونخلق الحياة، نزرع ونفلح. حتى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. القيامة قيمة، يعني غدا غنتبعتو وانت في يدك فسيلة، واحد النبتة، قال لك إن استطاع أن يغرسها فليفعل. يعني دائما الإنسان عنده العمل ولو الخطر. احنا مازال العمر ديالنا ان شاء الله تعالى، ولمشي نحنا كاين وليداتنا وكاين ابناء الشعب وكاين ابناء الوطن، نعمل ونجتهد، والقوي منا ياخذ بيده الضعيف. والانسان يعيش الحياه طولا وعرضا، يستمتع بها. احد الاشخاص قال لي انا استفدت بعض الدروس، اول حاجه الحياه راه منحه نعيشها طولا وعرضا، ونعبد الله تعالى، يعني العباده هي راس المال، لان كل ما في الحياه اذا مات الانسان ضيعه وانقطع عنك وانفصل عنك الا العباده، والعمل الصالح كيبقى معك وكديه معك. ملي كتمشي للدار الاخره كتلقى الاهوال ديال يوم القيامه اللي تكلم عنها في اول الحلقه، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هاد الأهوال هادي إن إنسان يقلب شو واحد يحميه، هنا غيظهر عند الناس واحد المخلوق جميل وقوي وعنده القدرة على الحماية، ماشي درك ملكي ولا قوة مساعدة ولا جيش ملكي، لا، هذا مخلوق غريب، مخلوق غريب قوي. كل واحد منا غيظهر لي واحد المخلوق، مخلوق قوي كيساعدك وكيحميك وكيكون معاك ويوجهك وكياخذ بيدك توصلك لبر الامان. شكون هو هذا المخلوق؟
حتى ان الانسان ملي كيكون الهول والناس خايفين كيبان لهاد المخلوق يساندك وياخذ بيدك وكيتقدم هو للخطر وكيحميك حتى كيوصلك بر الامان. والناس غيسولوا غيقولوا من انت من انت؟ انا امي وابي تخلوا عليا، انا اولادي تخلوا عليا، انا زوجتي تخلت عليا. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. شكونت أيها المخلوق لعندك الرغبة في الإنقاذ والحماية وبغيتي تعاوني وتساعدني وتوقفني في هذا الهول ديال القيامة وهذا الزلازل وهذا البركة؟ شكونت؟ غادي يقول لي أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا كنت تصلي وكنت تنفق من الحسنات وكنت تعمل الخيرات، أنا عملك الصالح، ربي عز وجل جعلني هكذا قوي وجعلني متعاطف معك. وكاين بعض الناس غيبان لهم واحد المخلوق شاحب وهو ضعيف وهو غير قادر، كيقول لي انقذني انقذني، كيقول لي لا استطيع، ارجوك انقذني من هذه الاهوال، والله اريد ولكن لا استطيع. غادي يسول شكون انت اللي ما تستطيع تقدم لي المساعده، كنطلب منك ما كتبغيش ما بغيتيش كيقول لي انا عملك الغير الصالح، انا عملك الفاسد، انا ضيعتني واضعفتني، أنا الذي لم تكن تصلي لا فجرا ولا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا نوافل، أنا الذي كنت تضيعني في أشياء تافهة، أنا أصرت هكذا ضعيفا. فالإنسان ينتبه، هذا الشيء اللي وقع لنا الآن أيها الأحباب الكرام، بخلاصة أن عصر الأنبياء وعصر المرسلين انتهى مع بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، انتهى عصر الأنبياء ما بقاش، لكن بقيت الرسائل، الرسالات انتهت لكن الرسائل باقية. ومن هذا الزلزال هو رسالة لنا جميعا لكي نبدأ حياة جديدة ونتعاون في الخير ونتنافس في كل عمل يحبه الله ورسوله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان واليقين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله، ونكثر أيها الأحباب الكرام من الاستغفار، لكثر من الاستغفار عمر الخطر ما يحط به نهائيا مهما وقع. فاللهم يا رب العالمين أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا رحمن يا رحيم، هذا كتسمى سيد الاستغفار. بغيتكم أيها الأحباب الكرام ديما نردده هذا الذكر، راه اللي يرددو عمرو ما يخاف، راه في حماية كاملة، هذا تأمين أسيغونس رباني، يتسمى سيد الاستغفار. نقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت أحق من ذكر، اللهم أنت أحق من عبد، اللهم يا رب العالمين نسألك يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، اللهم أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، سبحانك سبحانك يا رب العالمين. أسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأراضين
ونسألك يا ربنا بكل حق هو لك وبحق السائلين عليك، نسألك اللهم أن تحفظنا وتحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، احفظنا يا ربنا من الزلازل، واحفظنا يا ربنا من الفيضانات، واحفظنا من الإعصارات، واحفظنا من الحرائق، واحفظنا يا ربنا من الجفاف، واحفظنا من كل الكوارث. اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم، وارعانا بما رعيت به الذكر الحكيم. يا رحمن يا رحيم، ما شئت كان وما لم تشأ لا يكون. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.